اسمه فيكتور هوغو، ولد عام 1802، وهو دون شك أعظم أدباء فرنسا على الإطلاق. هو شاعر وكاتب وروائي، وصاحب رواية أحدب روتردام الشهيرة والرواية الأشهر البؤساء. كل هذا معروف ومشهور عن فيكتور هوغو. أما غير المعروف فهو أن هوغو كتب عام 1858 وهو في قمة مجده الأدبي قصيدة طويلة ورائعة في مدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، سماها العام التاسع للهجرة. وأما المتكتم عليه فهو أن أديب فرنسا الكبير أسلم عام 1881 ونطق الشهادتين في باريس أمام الشيخ إبراهيم التلمساني الجزائري، وصار اسمه أبو بكر هوغو، وظل مسلما حتى وفاته عام 1885. قصيدة هوغو وإسلامه أمران معروفان في الأوساط الأدبية الفرنسية، لكن لا يشار إليهما رسميا. قصيدة العام التاسع للهجرة لا تدرس في مدارس فرنسا، وإسلام الأديب الأعظم لا يذكر في المراجع الرسمية الفرنسية، حتى إن دفن هوغو تم بجنازة ماسونية ضخمة وأخفي إسلامه مطلقا. في العاشر من شهر كانون الأول عام 2011 نشرت ميديا بارت، إحدى أشهر وسائل الإعلام الفرنسي الجديد، مقالا أكدت فيه إسلام فيكتور هوغو، وأن عامة الفرنسيين لا يعلمون ذلك لأن الإعلام الفرنسي كان يتجنب ذكر هذا الأمر ويتجنب الإشارة إلى الدراسات والكتب التي أثبتت إسلام هوغو، أهمها كتاب عنوانه هوغو للكاتب هنري غويلمن. الكتاب الذي يذكر جملة قالها فيكتور هوغو عن نفسه: إنني محجب ولكن الله يعرف من أكون وما هو اسمي.